يقول السائل: كيف السبيل إلى تخليص أولادي الصغار من أجهزة التلفاز والسيتلايت، وهل أتخلص منهما أم أمهد لذلك، وكيف السبيل إلى ذلك التمهيد؟ جزاكم الله خيرا. الخلاص بيدك أنت، الخلاص بيدك أنت. أبعد هذه الوسائل عن بيتك، وأبعدها عن متناول أولادك، تسلم أنت وهم وأهل البيت، وهذا شيء يسير عليك سهل. أبعد هذه الوسائل عن بيتك، تسلم منها.